إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرني وإياكم من النار. من يرى هذا الحر الذي نعيشه في هذه الأيام فإنه يتذكر كيف لجلودنا ونفوسنا وقلوبنا أن تطيق هذه النار التي أعدها الله للكافرين والمجرمين. نار الله سبحانه وتعالى التي أعدها لمن أراد أن يعذبه يوم القيامة لا مجال للمقارنة بينها وبين حر هذا اليوم أو اليوم الذي قبلها والذي بعدها والأيام الحارة التي ستأتي. فالإنسان إذا رأى مثل هذه الأيام فإنه ينتقل مباشرة إلى توحيد عملي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، أنه ما من حركة في الحياة إلا وتولد فينا توحيدا وعلاقة مع رب العالمين. والأمثلة كما ذكرنا في دروس وخطب مضت كثيرة، ومن بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس أن البرد، شدة البرد الموجودة في الشتاء، إنما هي من نفس جهنم، إنما هي من زمهرير جهنم. وشدة الحر التي نراها ونعيشها كمثل هذه الأيام إنما هي من فيح جهنم، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يكون من الحر أثناء الظهر أو الزوال. فلذلك إخواني الكرام يجب علينا أننا ما تذكرنا مثل هذا الحر وقمنا في الصباح ونحن نتمتع بنعم الله عز وجل، فإذا بنا نتسخط من هذا الحر كما يتسخط بعض الناس من الأجواء من برد أو حر أو غير ذلك، فيجب علينا أولا وابتداء أن نلجأ إلى الله وأن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما استعاذ عبد أو ما استجار عبد من النار ثلاثا إلا وقالت النار اللهم أجره مني. ولذلك ينبغي لك أن تتذكر في مثل هذه الأيام أن تتذكر ظل الجنة، الظل الموجود في الجنة، شجرة طولها مسيرة 500 عام على سرعة البراق، فيها ظل عجيب، شجرة واحدة مسيرة 500 عام، قلالها أو سيقانها كقلال هجر، وأوراقها كأذان الفيالة، وهذه شجرة واحدة في الجنة. أنت تطلب الله سبحانه وتعالى الجنة، ومن سأل الله الجنة ثلاثا فإن الجنة تقول اللهم اجعله من أهلي. فأنت الأيام هذه وأنت تشوف جهنم تشوف النار تذكر جهنم وقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. وإذا شفت هذا الحر فاسأل الله سبحانه وتعالى الظل، لأننا نمشي في الشوارع إخواني الكرام، نمشي في الشوارع ونبحث عن الظل ونروح، يبحث الإنسان حتى وين يحط سيارته يبحث وين يحط الظل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ظله يوم القيامة. فلذلك ينبغي لنا أن نتعلم من مثل هذه الأيام حتى نزداد همة وإيمانا وقربة من الله. إخواني الكرام، محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصاياه عظيمة، ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن قواعد من الوحي لا تتغير ثوابتها، ويسير عليها الإنسان وينبغي له أن يدخل تحت ظلها. ومن بين الوصايا التي وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أصحابه هي وصية أوصى بها أبا ذر، وأبو ذر كان له حظ كبير من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام العملية كذلك. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصاه قال له اتق الله حيثما كنت، وخالق وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كلمات نعرفها جميعا وحديث مشهور عند الناس، ولكن في خبايا هذه الكلمات أمور عظيمة جدا، منهج يسير عليه الإنسان في حياته اليومية، يسير عليه الإنسان وهو يسير إلى رب العالمين. تعرفون يا إخواني الكرام أن الإنسان هو عبارة عن جسد يتغذى ويتحرك، وهو عبارة عن عقل يفكر، وهو عبارة عن قلب يحب ويميل. ولذلك يجب على هذه الثلاثة أن تتغذى غذاء متوازن،
الجسد يتغذى بالمواد الغذائية التي نحن لا نغيب عنها ولا نغيبها ولا نغفل عنها أبدا، والعقل يتغذى بالعلم، والقلب يتغذى بالإيمان والترغيب والترهيب، ويتغذى بالحب والعلاقة مع الناس، حب الله تبارك وتعالى وحب المخلوقين كذلك، وعلى رأسهم حب الرسول عليه الصلاة والسلام. من هنا ينطلق التوازن، توازن الإنسان. وإذا اختل توازن، يعني غذى الإنسان حاجة وخلى حاجة، يقع التطرف، تطرف الشبهات وتطرف الشهوات. ولهذا ينبغي علينا أن نسير على منهج الله تبارك وتعالى. الإنسان في هذه الحياة يجب عليه أن يمر على ثلاثة مراحل. حديث جبريل الذي يقرأه جميع الناس حديث مهم جدا. جبريل جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن الإسلام، أجابه النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذكر له الأركان الخمسة. الإيمان ذكر له الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. والأمر الثالث هو الإحسان. نسمع شروحا كثيرة لهذا الحديث، ولكن هناك فائدة مهمة تتعلق بالعنوان الذي يوضع لهذا الحديث، وهو عنوان مراتب الدين. المرتبة الأولى للإنسان: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المرحلة الأولى عباد الله هو عبارة عن مرحلة الدخول وولوج، دخول في منهج الله. تدخل برك، دخلت وليت تصلي وليت تصوم وليت مع المسلمين، دخلت مع الجماعة، هذاك عبارة عن مسلم، مرتبة المسلم. دخل، ممكن يصلي ويعمل أشياء تغضب رب العالمين، ممكن يصلي وإذا خرج من المسجد تشوف أحوال، وهذه حال كثير من الناس. ونحن مسلمون وننتمي إلى الإسلام وجوبا، لا يجوز لنا أن نتنصل من ذلك. هذه مرحلة الدخول في منهج الله، مرحلة الإسلام. هناك مرحلة أخرى هي مرحلة الإيمان. كل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر قلبي: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه يسموها مرحلة الإقبال على الله. لما تذوق الإسلام، يعني خلاص تتمتع بالأعمال، هذه الأعمال تؤثر فيك. وهذه اللي قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الآن العبد راه يعمل برك، يعمل يصلي ويدير أشياء، ما زال قلبه يحب الشيء الفلاني والسهرة الفلانية والخمر كذا، يولي يحب الإنسان ما كان عليه، ما زال جديد في الإسلام، ما زال عنده عام عامين، ما زال متعلق بشيء قد مضى، ما زالت نفسه تتوق إلى الشهوات وتميل إليها وتشتاق إلى الزمن الماضي. ما زال الإسلام راه يسدن فيه بشوية، ما زال الصلاة تقيم عليه أمور: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يرتقي إلى تقوى الله، اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. يبدأ يتقي الله. شوف الآن حيثما كنت هي اللي راح تعطينا العنوان. الله تبارك وتعالى قال: يتقرب عبدي لي. إذا تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، قال: صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. علاه العبد يولي بعد ذلك يحب يدير المعصية؟ ما يقدرش يديرها، ما يحبش يديرها، نفسه ما تميلش إلى المعصية، لأن الله قد تولاه، جاءته معية الله الخاصة، معية الله الخاصة. ففي كلمة اتق الله يجب، حيثما كنت، يجب علينا أن نستعمل معية الله العامة. وش هي معية الله العامة؟ هي التي تدل عليها أدق آية، وهي قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته. لا تتحرك حركة في الحياة إلا والله عليم بك. وهذه مش عندها علاقة بالحديث متاع جبريل، هي الانتقال من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان. أن تؤمن بالله وهو الخالق الذي أوجدك وهداك، أن تؤمن بالملائكة وهم الذين يخدمون كل ما ينبغي أن يأمرهم الله به ويقومون به، وهم عباد لله تبارك وتعالى. والملائكة الإيمان بهم يستوجب على الإنسان أنه يكون حريصا على نفسه، بأن هناك جنود لله تبارك وتعالى، هناك كتبة يحفظون. والأمر الآخر، يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل قد أعطاه وأقام عليه الحجة بالكتب والرسل، ويؤمن كذلك باليوم الآخر أنه سيوقف بين يدي الله ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ويؤمن بالقضاء والقدر. ولذلك الآن
لما تشوف روحك محاط من كل جهة تولي تنتقل من مرحلة تسمى مرحلة الإسلام إلى مرحلة الإقبال على الله، مرحلة الإيمان، مرحلة تحب فيها الله والرسول عليه الصلاة والسلام، مرحلة تولي تستحي أن تفعل المعاصي، تولي تستحي أن تهدر وقتك هكذا في لا شيء أو في معصية الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى إنه بما تعملون بصير. يعني الله سبحانه وتعالى يأمرنا أننا ما أردنا أن نتكلم بكلمة إلا ولنعلم أن الله سميع، ما أردنا أن نتحرك بحركة أو تخطر في نفوسنا خاطرة خبيثة يجب علينا أن نعلم أن الله عليم، ولذلك الله سميع عليم. فنستحضر إحاطة الله بكل شيء، وعلم الله بكل شيء، وقدرة الله على كل شيء، وأن الملك ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يخرج وأن يتمرد على الله، لأنك في ملك الله عز وجل. فلذلك إذا استحضرت ذلك اتقيت الله حيثما كنت، ما قالش أينما كنت وإنما حيثما كنت، يعني تتقي الله وأنت غني على أي حالة كنت، وفي أي وقت كنت، وفي أي مكان كنت، في صحة وفي مرض تتقي الله، في الغنى وفي الفقر تتقي الله، وانت غضبان يعني كما يقول احنا طلع لك الدمار ما تكفرش بالله وما تقولش ما لا يرضي الله، وانت فرحان غضبان في زوج تتقي الله. ما تتقيش الله كي تكون فرحان، وكي تكون غضبان تقول انا كي نزعف نقول يا ربي ما نعرفوش، لازم لك تعرف ربي في الغضب وفي الفرح يا اخي الكريم. اذا غضبت تم احنا نوزنوا لك اخلاقك، ما تقولش ما ديروش عليا كنت غضبان، كي تكون غضبان دائما هكذا دائما هكذا، مره زوج معليش بصح دائما وانت غضبان دائما تسب ربي، دائما تطلق زوجتك، دائما تخسرها مع الناس، دائما تقول كلمه مش مليحه، دائما تجرح الناس. هنا يا اخي الكريم انت لابد ان تصلح اخلاقك، انت في مستوى متدني من الاخلاق، تقدرش تقول انا هكذا داير، تقدرش، لابد عليك واجب عليك انك تغير نفسك. تتقي الله، تتقي الله عز وجل وانت في السفر وانت في الحضر، ما تقولش اني رحت المكان فيه الاستجمام حيث لا حلال ولا حرام، حيث الإباحة القانونية، حيث التغطية القانونية التي تغطي الحرية الشخصية ولو المثلية واللوطية والسحاق، حيث يكون الحرية التامة في أوروبا وفي غيرها، يجوز لي أن أعمل كذا وكذا وكذا. الله في كل شيء رقيب عليك، وأنت في سفرك وأنت في حضرك. تتقي الله ولو كنت وحدك، تتقي الله مع الجماعة، كنت مع الجماعة ولا وحدك تتقي الله تبارك وتعالى. وتقوى الله عباد الله نعطيها لك بخلاصة من دون ذكر التعاريف الأخرى التي ربما تذهب عنك التصور. تقوى الله أن تقوم بأي عمل، بأي عمل، عمل يجنبك غضب الله ويجلب لك رضا الله، العمل اللي تشوف فيه أن ربي رح يرضى عليك به ورح يجنبك غضب الله، هذا هو تقوى الله. تقوى الله ريتمه، وكلنا مبتلى في بعض الأمور دون الآخر في تقوى الله. إنسان عنده والدين مكسورين، فقراء يحتاجون إلى مدد، إلى دعم، يتقي الله فيهما. إنسان عنده ولد من دون الأولاد يحتاج إلى دعم نفسي، يتقي الله فيه. إنسان عنده إخوانه يجب أن يحبهم ويحبونه، يحفظ عرضهم، يحفظون عرضه، يجب أن يتقي الله فيهم. إنسان عنده عبادة لا بد أن يقوم بها، عنده أذان يسمعه لازم يلبي النداء، لازم أن يتقي الله. عنده زوجة كثيرة تحته، أسيرة عنده وضعيفة هو يتقوى عليها، يتقي الله فيها. ويتقي الله كذلك الإنسان وهو يحفظ زوجته من العري والفساد، وألا يكون مجرد حضور جسدي في البيت فقط، يتقي الله وليفرض أبوته وقيوميته على العائلة. يتقي الله الإنسان في الذرية اللي أعطاه له رب العالمين، يتقي الله الإنسان في المنصب اللي أعطاه له رب العالمين كذلك. يتقي الله وأن لا يغتنم منصبه ليأكل أموال الناس بالباطل، ليشتري أعراض النساء بالباطل وهو في ذلك المنصب، يستغل ضعف الناس المكسورين حتى يطلب منهم ما يريد. يتقي الله عز وجل مع جيرانه أن لا يأخذ منهم شيئا حتى لا يرفع عليه دعوة مظلوم. يتقي الله تبارك وتعالى في كتاب الله الذي هجرناه ولا نقرأ منه حرفا. نتقي الله تبارك وتعالى فيما نعطي وما نأخذ. كاين بعض الناس غالطين إذا تكلموا على تقوى الله
وعلى الافعال يتكلم غير على الافعال وش يخرج الانسان. عينك ما تشوفش الا الحلال وفمك ما يتكلمش الا الحلال. كذلك فيما تستقبل لازم تتقي الله. اذا انت ما تقولش الغيبه اتقي الله، ما تسمعش ثاني الغيبه. اذا انت كذلك في كل ما تعطي لازم تتقي الله، لازم تتقي الله في كل ما تاخذ. اذا كان انت مالك راك مامور تصرفه في الحلال، كذلك راه المال تاعك راك مامور باش تجيبه بالحلال. فلذلك تتقي الله فيما تعطي وفيما تاخذ. الانسان دائما يستحضر تقوى الله تبارك وتعالى، وقد مثلها لنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو يتكلم على الثلاثه الذين دخلوا الى الغار ونزلت عليهم وسدت فرجتهم او سد المدخل بحجر كبير، وتذكر كل واحد منهم تقوى الله او موقف من تقوى الله عز وجل. تذكر الاول بر الوالدين، اتق الله في اقرب الناس اليه وامن الناس عليه وهم الوالدان. فانفرجت هذه الصخره بسبب تقوى الله العمل تاع هذاك الانسان. كذلك الله يفرج عليك انت وانت تتقي الله عز وجل في والديك، يفرج عليك الابواب التي تغلق عليك الان في الدنيا بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والاخر اتق الله في عرض امراه تقرب له، واتق الله عز وجل ولم يفعل الفاحشه. والاخر اتق الله في مال استودع فيه، وهو ان يتاجر به فغاب عنه سيده فاذا به يجمعه به بالفائده تاعه ويعطيه اياه. امانه، اتق الله في الامانه تاع الناس. لما كان تقوى الله حاضرا ربي نحى هذيك الصخره كامله كل بحسبه، فاذا بها تنحاز ثلاثه مرات على ثلاثه احداث وقعت لاولئك الناس، ثلاثه مواقف من تقوى الله خلات الصخره تدنا. ولهذا يجب علينا حتى نفرج على انفسنا، حتى نحيو هذه الجو الذي نعيشه من السخط الموجود علينا، حتى نحيو هذه المزاج السوداوي. كل الناس تشتكي من الغلاء وضيق النفس وضيق المعيشه، كل الناس تشتكي، حتى الغني يشتكي، الناس تشتكي من بعضها البعض، تشتكي من الاخلاق، من الفساد التربوي الموجود في اوساطنا، نشتكي مما نرى من في الشوارع، في القنوات، في البيوت. اينما يذهب الانسان لا يرى الا ما يسخط رب العالمين. إذا حبينا يتغير الأمر ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتقوى الله هي المفتاح الذي يفرج الله به عنا تلك الصخرة التي سدت علينا الأبواب. فاتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، وفي أي زمن كنت، وفي أي حالة كنت عليها. أسأل الله أن يلهمني وإياكم تقواه، وأن يفرج عني وعنكم، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، عباد الله المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصايا الثلاثة أعطانا عليه الصلاة والسلام قواعد ومنهج إذا سار عليها الإنسان فإنه سيضبط كل العلاقات التي تتصل به. مهما تعددت علاقات الإنسان وكثرت أشغاله وتفرعت مهامه ووظائفه، فإنه لا يخلو أو لا يخرج من ثلاث علاقات. علاقة الإنسان مع الله وهي في تقوى الله، اتق الله حيثما كنت. وعندك علاقة أخرى، وش هي؟ مع نفسك أنت، مع نفسك. هذيك النفس اللي راك تعتني بها انت يا كل يوم، تشوف روحك في المرايه وتسقم وتنظف حبه داويها باش يشوفوك ناس مليح، وتسقم شعرك وتلبس وتقول هذه مقطعه، هذه فيها طاشه، هذه كذا. هذاك المنظر الظاهر اللي تعتني به، كاين واحد الاعتناء احسن من هذا. اعتني بالظاهر على روحك بالحلال، ماشي مشكله. اعتني بواحد الحاجه احسن والله ينظر اليها، وهي قلبك ونفسك. هذيك هي اللي لازم تعتني بها. اعتني الى الرصيد نتاعك، واش راهو ينقص ولا يزيد. عندك زوج أرصدة، حسنات وسيئات، راك تنظر إليهم راك تتفقدهم، راك تشوف يعني أحيانا هكذا تنظر إليهم، ولا راك ماشي برك هذاك، إذا راك ماشي برك هكذاك أنت على خطر عظيم. إذا عندك موقف محاسبة حسنات وسيئات وتحبسه وتقول وين راني رايح؟ اسأل هذا السؤال نفسك، وين راني رايح؟ حبس كلش، حبس كل حركة، نعطي خمس دقائق لنفسي سؤال، وين راني رايح؟ وش الأعمال اللي نعملها؟ وش العلاقات نتاعي؟ الآن إذا نظرت في نفسك فإنك ستعتني بها كما تعتني بالنفس والذات الخارجية في المرآة. والاعتناء بالنفس ومراجعتها ومحاسبتها
الله سبحانه وتعالى جعله شرطا في الفلاح. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد خاب الإنسان اللي كاموفليها، يكاموفلي على روحه، يقول لك أنا يا أنا الحين ما شاء الله ما نشلحقوا في المساجد، احنا ما شاء الله احنا الحمد لله مليح مع الناس، انا تشوف فيا نسب ربي ولا نقول ولا ما نصليش، تحت قلبي مليح. وين نجي الملاحة هذه؟ منين جات؟ منين تجي الملاحة هذه؟ انسان تارك صلاة. منين تجيك من الملاحة يا ايتها المتبرجة اللي تخرجي انت وتفتني في الناس ليل ونهار؟ والملائكة تلعنك من خروج من بيتك حتى ترجعي. كيفاش تجي الملاحة في القلب هذه؟ منين تجي؟ انسان يؤذن المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة يا اخواني الكرام، واحيانا يسكن امام المسجد ويسمع النداء كأنه غير معني بالأمر نهائيا. منين جات الملاحة على القلب؟ الله يرحم والديك. منين جات؟ إنسان المليح قلبه، الإنسان اللي يسمع الأذان يرفرف قلبه يلجأ إلى الله. موسى قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يرحم والديك يا أخي الكريم، فهمني تاني ما تصليش، فهمني مليح. من أحب لقاء الله هذه تنطبق على واحد ما يصليش. واحد يحب لقاء الله ما يصليش، يحب لقاء الله. واحد ما يصليش، ما يصليش، يقول لك انا ما صليش، ما يش معني بالامر، ويقولوا يقولوها الناس وين راك في فاتحه ولا عقد شرعي ولا عرس ولا كذا، يقول اذن اذن يصلوا. يقول لك انا ما صليش، شو لا ما نديرش الملحانه، ما نديرش، ماشي كيف كيف. الصلاه ماشي رياضه على بالك، ماشي هوايه. كاين بعض الناس اللي يدير لك يقول لك انا ما صليش وبكل راحه، وكاين يجيب الجنازه هنا يوقف عند المسجد يقول لك عيد صلي خويا انا ما نصليش. لا لا، شو اللي هذا سبور؟ انا ما نديرش سبور. ماشي كيف كيف. الصلاة تصلي بلا مزيدك، تصلي لخلقك، لخلقك، وراك تتنفس الهواء نتاعو، وراك تمشي فوق الارض نتاعو، وكاين حركة في الجسم تقدر ديرها انت بلا بيه، انت تقدر تتحرك بلا رب العالمين. ياك انت كي تنوض الصباح تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، ياك هو اللي يرجع لك الروح كل يوم، يديها يعاود يرجعها كل يوم. ياك انت تاعو، انت تمشي عنده، تمشي عنده انت، الله سبحانه وتعالى راك رايح لعنده. كيفاش ما تصليش؟ كيفاش تقول انا ما نصليش، انا ما يشمع لي بالامر؟ كيفاش ماكش معني بالنداء انت؟ عيب على انسان يعيش في ظل نعم الله ولا يستجيب الى الله. هذا لا يحب لقاء الله. الانسان مستحيل، لانه خاربها، او خاربها. دخل ابو حازم على احد الملوك فقال: عذني. قال: يا ابا حازم، لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ لماذا نكره الموت؟ علاه اللي نكره الموت ما يحبوش؟ قال: لأنكم خربتم دنياكم وأخربتم آخرتكم. عمرتم الدنيا، بنيتوا لها مليح وسكنتوها كما يحب الخاطر، والآخرة خليتوها تافهة خربة. ولذلك تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. احنا الدنيا معمرينها هنا، ورانا مجدين روحنا مليح في الدنيا، ودايرين العقوبة كما يقولوا، وفي العاقبة تاع الصح لي عند رب العالمين رانا مخربينها. كيفاش نحبوا الموت وما نحبوش نلقاو الله عز وجل حنا؟ ولذلك يا اخي الكريم، كاين منهج اعطاه لك الرسول عليه الصلاه والسلام، وهي الوصيه الثانيه: اتبعي واتبعي السيئه الحسنه تمحوها. انا نقول لك كامل نغلطوا، وكامل نقدروا نديروا غلطه ليهتز منها عرش الرحمه، وكامل نقدروا نسبوا، وكلنا خطاء، ولكن خير الخطائين ماشي اللي يغلطوا، التوابون. كاين ناس يستعملوا هذه الكلمه يقول لك كل ابن ادم خطاء، او كل ابن ادم خطاء. ايه من بعد والخطا على بكون يروح لجهنم. يا البطولة ماهيش في كل ابن ادم خطاء، البطولة الحقيقية والتوفيق الحقيقي هو ان خير الخطائين هما شكون؟ توابون، اللي توب الى الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب عند رب العالمين. حنا رانا نستعملوا الحديث غير في الاولى، يدير هذا التحليل يقول كل ابن ادم خطاء، معليش ماكش مشكل، يعني يتقبل، يتقل، ابلع ابلع المعصية ابلعها، عود كي تمشي في الشارع ابلع المعصية. هذه الكلمة هذه يستعملوها احنا. لا، وخير الخطائين التوابون، يعني ترتقي انت من كنت في الفساد الكبير راح ترتقي الى خيرة خلق الله. كيف؟ تتوب الى الله، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف الان كل واحد فينا راح يدير الذنب، انا نقول لك راح يدير الذنب. الأمة الإسلامية معصومة بمجموعها، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم بمفردها. احنا ماناش معصومين بمفردنا، احنا نقدروا نديروا الذنوب، وهذا ماشي تشجيع، هذا ذكر واقعة حال رايحة توقع لأي إنسان، وربي إن شاء الله يعصمنا ويعصمكم، ما نديروهمش إن شاء الله. ولكن أي إنسان راه معرض إلى الذنوب، إذا درت الذنب، أنا نعطي لك واحد الحاجة، غير دير الذنب هذاك، إن شاء الله ما تديروش، إذا وقعت في ذنب، إياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك الله شديد العقاب. نحيها شديد العقاب، هذيك تفكرها قبل الذنب.
وسريع الحساب تفكرها قبل الذنب هذيك. الترهيب تفكره قبل الذنب لو كنت صح تقدر تجاهد نفسك. أما الترغيب ذكره بعد الذنب باش يفتح لك ربي المجال باش تتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. توب إلى الله يغفر الذنوب جميعا، والله تكون مشرك بالله وتوب إلى الله يغفر لك الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وربي ما يغفرش الشرك لي موت عليه. ولهذا الإنسان راك مطالب حراسة شديدة، انتباه، ولا يجوز الغفلة في الحياة، انتباه شديد، انتباه، ما تغفلش. دوك نعطيك الآية اللي تقول لك بلي ما لازمش تغفل، ما تغفلش، غير دير ذنب، قل هذا ذنب، لازم نعاود نولي نستغفر الله ونتوب إليه. مد صدقة، نبتسم ابتسامة في وجه أخي، نروح نقبل على رأس والدية، نعمل أي عمل خير، أطعم جائعا، أكسي عيسان عاريا، نهدي إنسانا، نقدم نصيحة، ننشر ولو في الفيسبوك حديث. ولو تنشر في الفيسبوك حديث ولا في الانستغرام حديث صحيح صحيح، ربما يقرأ إنسان راك درت حاجة، راك درت حاجة حسنة تنحو بها تلك السيئة، ولف نفسك أنك تكون مجاهد ضد تلك النفس التي تسيء. نولف نفسك. قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا، شوف حراسة شديدة ولا يجوز الغفلة. إن الذين اتقوا، هذه هي اتق الله حيثما كنت. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. شنو طائف؟ أنت راك واقف وبدا يدور الشيطان، بدا يدور، بدا يقول لك يمسح هذاك فلان، بدا يدور الشيطان، حراسة شديدة أنت. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، بدا يدور بهم كما دار بأبيهم آدم، أو بدا يدور بهم شيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. العسى 24 ساعة على 24 ساعة، يعني يا أيها الشيطان ما تلعبها ليش، راني حريص راني عساس صباح وعشية حتى لا تدك ثكانتك، لازم تدي لها حراسة شديدة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. شوف علاقة الإنسان مع الناس مهمة جدا، وهذه تكلمنا في الحلقة في الخطبة الماضية على الظلم، تقدر تقول هذه خلاصة الظلم هذا، هذه خلاصة تاع أخلاق، غير عكسها برك هذا مكان. الأخلاق الحسنة يا أخي الكريم أن تكون كلك، يعني صنائع معروف، وجه طلق، قلب يحمل الخير للناس. لا يجوز التصنع في الأخلاق فقط. الأخلاق ما هيش علاقات دبلوماسية مثل الساسة ما يفعلون السياسيون، ماذا يفعلون في الدبلوماسية؟ وش يديروا؟ لازم تبقى تضحك ولو تخمس مع العدو لك، دير معها واقدة، يتصوروا مع الناس، يجي رئيس مع رئيس ولا وزير مع وزير ويتخامس مع واحد هو ويضرب معها او في حرب معه، ويخمسوا الصحافه يصوروا فيه وما يتبسموا. هذيك الابتسامه هي عباره عن دبلوماسيه. اخلاق الاسلام ليست دبلوماسيه، اخلاق الانسان هي ظاهر وباطن كله مليح. ان تحب تنطلق منها، شوف انت تنطلق، تنطلق ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك من الخير، من تبدا الاخلاق، ان تحب الخير لجميع خلق الله، ألا ينطوي قلبك على غل، ما توليش تحسد، تنافس وما تحسدش، ما تبنيش النجاحات نتاعك على حساب خسارة غيرك، لازم تطيح فلان باش تربح نتايا. يا أيها الدعاة، يا من تنتمون إلى المنهج النبوي، يا من تنتمون إلى السنة النبوية، والله ما يرفعك الله إلا كانك حترفع نفسك على حساب غيرك، والله ما يرفعك الله. إذا تحب يرفعك الله، يرفعك الله بالإيمان والعمل الصالح والعلم النافع. إذا تحب يرفعك الله، احمل قلبا طيبا يولي يحبك الله، والله ينادي جبريل ويقول له يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه. شوف الآن تحب تخدمها مليح، خدمها مع رب العالمين وهو يبسط لك القبول، يحبوك الناس بلا مزيفة، ينادي الله عز وجل يحبك أنت هكذا، يشوف ربي ينظر إلى قلبك فيرى قلبا نظيفا يحب الخير للمسلمين، يبكي على المسلمين، يسمع إنسان مريض يبكي كما كان الشيخ بن باز رحمه الله، يسمع إنسان مات هكذا ما يعرفوش، يقول له مات فلان في مكان فلاني عمره ما تلقى معه يبكي، يسمع إنسان مريض يبكي قلب يتدفق بالرحمة، هذا اللي يعطيه ربي القبول. هذا ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله قذفها الله في قلبك لنت لهم. فلذلك الإنسان إذا كان أراد أن يكون متخلقا أخلاقا حسنة، لا يكفي هذاك المشي ببطء والجلوس باحترام فقط، هذه آداب، هذيك آداب إنسانية تعملها وانت بلا مزيتك. كاين أخلاق تدفق من القلب، كاين قلب حنون، كاين إنسان صبور،
إنسان يصبر على الهبال تاع أصحابه، يصبر عليهم، يصبر على إساءة الجار عليه، يصبر على امرأة خلقت من ضلع أعوج، يصبر الإنسان على تلف عقل الصغار، يصبر عليهم، يعامل الصغير أنه صغير والأنثى أنها أنثى والذكر أنه ذكر، ما يديرش قاعدة يقولك أنا هكا. كاش هذه ما كاش. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الأخلاق الحسنة وهو أحسننا إلى أهله. فالإنسان إذا أراد أن يتحسن في أخلاقه أبدأ منا، أبدأ منا من القلب بتاعك، أنك تحب الخير لجميع الناس. تبكي لما تسمع إنسان زاد وترك الصلاة مشي تفرح، تبكي لما تشوف إنسان مات ما يصليش مشي تفرح. لذلك ينبغي لك أن تتدفق بالرحمة، من ثم يعطيك ربي القبول. وربي ينادي جبريل يقول له يا جبريل إني أحببت عبدي فلان فأحبه، يحب جبريل، وينادي جبريل في الأعلى في الملائكة ويقول لهم إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، يحبوه الملائكة كامل، ثم يبسط له القبول في الأرض، يعود كامل الناس تحبه. إذا غاب شعرت الناس بغيابه، إذا مات تحت القبر ظلامت الدنيا، لأن فلان اللي يحبوه الناس كامل مات. هكذا تبني سيرتك، أنت تحب تبني السيرة تاعك بنيها بهذه الطريقة، انطلق من حب ينطلق من قلبك، تحب الناس تحب لهم الخير، ومن ثم تولي بعد ذلك لسانك لا ينطق إلا بخير. الغيبة من جات؟ النميمة من جات؟ ما جاتش من قلب أسود يحمل الغل والحسد والبغضاء للناس؟ ماشي من علاجها هذا القلب، هذا هو اللي خلاك تغتاب؟ ماشي معناتها راك انت يا راك تحسب في فلان على هذيك تتكلم فيه؟ باسم ماذا؟ الدفاع عن المنهج. ماشي يعني روح شوف بالك، طل شويه في القلب نتاعك، بالك هو اللي دار لك هذا الشيء هذا، وراك تضحك علينا تقول هذا هو المنهج، ومن ليس معي فانه ضدي. بالك هذه هي. راجع نفسك مع الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في الصدور الا الله. اذا الاخلاق الحسنه تتدفق من القلب الحسن، ثم تولي اعمالك لا تكون الا ببشاشه وعمل طيب وحب الخير للاخرين وكلمه طيبه تبذلها للناس، تولي انسان متخلق تمشي على الارض باخلاق حسنه. وافضل من ننتهج منهجه في الاخلاق الحسنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اقربكم مني منزله يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. وقال الله قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من شيء اثقل في الميزان يوم القيامه من خلق حسن. فاللهم اهدنا الى الاحسان اخلاقي فانه لا يهدي الى احسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اقول هذا والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حين الصلاه والسلام، وقد قامت الصلاه.